طغت القضايا الإقليمية على البيان الختامي للقمة 34 التي انتهت بقصر بيان ظهر اليوم، فشدد البيان الختامي على أهمية انعقاد مؤتمر جنيف 2 وإيجاد حلول سياسية للأزمة السورية، فيما شمل البيان أيضا الترحيبات الخليجية حول الاتفاق المبدئي الإيراني مع دول الخمسة زائد واحد حول برنامجها النووي، كما لم تخفل القمة ملفات إقليمية أخرى كالملف المصري أيضا. انتهت القمة الخليجية 34 بإذابة الخلافات بين الأشقاء الخليجيين، كما تأجلت أزمة الاتحاد الخليجي إلى ما بعد الدورة القادمة، فيما طغت الملفات الإقليمية على البيان الختامي، حيث أكدت دول المجلس على الثقة بخيارات الشعب المصري ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها. ودعا البيان أيضا إلى تسوية سلمية للأزمة اليمنية بما يكفل استقرار السلام هناك. وفي الشأن السوري، أكد البيان الختامي للقمة على ضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري ودعم اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بذلك وعدم تسييس القضية الإنسانية، كما دعم البيان أهمية انعقاد مؤتمر جنيف 2. هذه التدخلات عقدت وصعبت من الوضع المأساوي في سوريا وضاعفت العوامل الإنسانية الملحة اللي أسفرت عنها تصارع هذه القوة في سوريا. احنا نتكلم عن قوة منظمة تشارك في القتال في سوريا. من جهة أخرى، لاغت الجهود الأمريكية الدبلوماسية بشأن المفاوضات بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني ترحيبا خليجيا، متأملين بأن تحقق غاياتها، فيما تطرق البيان باستفاضة حول اتفاق إيران مع مجموعة الست بشأن برنامج إيران النووي، وأعربت دول الخليج عن أملها بالتوصل لاتفاق دائم وشامل يحقق استقرار المنطقة. كل تطور مع الملف النووي الإيراني رحبنا فيه، كل تطور في الانتخابات الأخيرة في إيران والتوجهات الجديدة لدى إيران للتعاون مع دول المنطقة والانفتاح على العالم رحبنا فيه، وأعربنا عن تطلعنا للعمل مع إيران لأمن واستقرار المنطقة. فإيران دولة مهمة، إيران دولة كبيرة في المنطقة ودولة مجاورة للست دول الخليجية. وفي تطور بارز، احتلت قضايا المشاركة الشعبية والشباب دورا رئيسيا في هذه القمة وحيزا هاما فيها انتهت بإقرار دراسة لإنشاء صندوق دعم مشروعات ريادية صغيرة ومتوسطة للشباب في الخليج وإنشاء برنامج دائم لتنمية واستثمار طاقات الشباب. بارك المجلس الأعلى الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ قراره في دورته 33 بشأن الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم، وأكد على ضرورة الاستمرار في تنظيم مؤتمرات ورش عمل دورية تتناول اهتمامات الشباب وتطلعاتهم. وقرر المجلس الأعلى دراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، تأسيس برنامج دائم لشباب مجلس التعاون. انتهت القمة 34 الخليجية بإصدار عدد من القرارات التي إذا ما تمت ترجمتها على أرض الواقع فإنها ستعود بالمنفعة على الشعوب الخليجية، ووسط حضور لافت للملفين الإيراني والسوري. حمد النبهان من القمة الخليجية، قناة الكوت.